اليوم مشكور أن مركز زون للدراسات الاستراتيجية والحوار عقد هذه الندوة الحوارية المهمة بين محافظة نينوى والنقابات المهنية المختلفة. أعتقد أننا اليوم على الطريق الصحيح، نظرا لأن هذه النقابات تمثل شرائح مهمة في المجتمع، ابتداء من نقابة المهندسين، نقابة الأطباء، نقابة العمال، نقابة الرياضيين، نقابة الصيادلة وغيرها من النقابات المهمة التي هي جزء كبير من المجتمع في مدينة الموصل ومحافظة نينوى. نحن استمعنا إلى وجهة نظر هذه النقابات في كيفية تطوير العمل المؤسساتي للحكومة المحلية، وأخذنا بكل هذه الأفكار، وكذلك تم طرح وجهة نظر الحكومة المحلية الذي ينسجم وبرنامج الحكومة المقدم إلى مجلس محافظة نينوى، وتمت المصادقة عليه. إن شاء الله نتطلع أن تكون لهذه الندوات وهذه الورش وهذه الحوارات دور كبير في تطوير العمل المؤسساتي الذي يؤدي إلى كل ما يتطلبه أبناء محافظة نينوى.